وأن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني إذ يعزون أسرة الفقيد والشعب السعودي والعالم الإسلامي بوفاته لا يسألون الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنته وينزله منازل الشهداء، إنه سميع مجيب، والحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الله أكبر، الله أكبر. لا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. امتلأ المسجد الحرام، وخشيت أن يسقط النعش من كثرة من يريد أن يحمل الشيخ عندما ذهب به للصلاة عليه وعندما أخرج من المسجد. اجتمعت في جنازة ابن باز رحمه الله الحشود والجنود والوفود والبنود، تزاحمت فيها الجموع وسار الناس فيها كالموج الهائل. حضر جنازة أعداد هائلة من الناس من مختلف مناطق المملكة ومدنها، بل حتى من الدول المجاورة وخاصة دول الخليج. الله المستعان، اللهم اغفر له وارحمه. وكيف لا أبكي وقد تربيت معه 14 سنة. اطوي سجادة الصلاة ففيها من بقاياه ركعة وسجود، ودموع بها من الخوف كان عطر أيامه وهن الشهود. وأضيء مصباحه إن دج الليل على جانبيه يسر وجود. أيها المبصر الذي ما عرفنا مذ غرفناه غير بئر تجود، يا أبانا وجدنا وأخانا ومحبوك والد وحفيد. أي دار ترك فهي حياة في رحيل عنها يكون الخلود. أي درس ترك فهو سنان ما توالى على القديم جديد. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور، كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور، وكم من بصير أضاع الجسور. تموج الصبور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور،